زفت نور ستارز في عيد ميلادها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع غيث مروان وسر الورع اللي ما كانوا متواجدين في عيد ميلاد نور ستارز، وهذا الشيء اللي استغرب للجمهور. كمان برهوم مع الراوي ما كان متواجد بالحفلة. ايضا الشيء اللي صدم الجمهور اكثر هو ان المشاهير قاموا بعمل زفة لنور ستارز في عيد ميلادها، وهذا الشيء اللي خلى الجميع يتوقع انه يمكن عرس نور ستارز صار كتير قريب، حيث سبق وصرحت نور ستارز في مقابلة إلها مع غيث مروان وسارة الورع انه هي جهزت قائمة معازمها. اترككم على الستوريات ورأيكم بخصوص هذا الخبر.